اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إرسال الأموال على تطبيقكم السياج. نقوم بالدخول إلى الإعدادات، بعدها سوف نضغط على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والبحث عن السياج خاص بكم، نضغط عليه. بعدها سوف نضغط على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط على موافق. بعدها سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط على مكان التخزين. بعدها سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف الواي فاي خاص بكم عفوا. بعدها سوف نذهب إلى متجر جوجل، ثم سوف نبحث على سياج خاص بكم، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم السياج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.